الحقيقة رمضان في أيام الشباب شيء يعني ما يوصف، والإنسان في رمضان كان قبل شباب كانوا بألعابهم المتنوعة بزيارات مختلفة، وطبعا كبرنا على هذه الشيء دي إلى حيث معني ما فهمنا أن رمضان حقيقي ونصوم ليش، وهذه إنسان عليه واجب علينا يصومه، فكنا يعني مرتاحين ومستانسين في هالفترة دي مع الأهل واللمة، وكان لو اللمة غير اللمة دي كانت حلوة جدا إنك نجتمع عليه في رمضان عند الفطور وعند لما يأذن المؤذن، والكل اليهال يروح عند المسجد يجتمعون ويجون بعدين ويقولون مع الأذان، ويجون بعدين يرجعون يقعدون مع أهلهم على صفرة واحدة ويتناولون الطعام مع بعض ويتفطرون، وكانوا يعني أيام حلوة جميلة جدا. والله أول مرة صمت فيه سلمك الله كان في سنة تقريبا حوالي 56، كنا ذاك الوقت في مدرسة الهداية، حتى كان ذاك الوقت الهداية يروحون الصبح ويروحون العصر، درس 4 دروس الصبح ودرسين العصر، نروح كنا ومشي من البيت إلى المدرسة في ذاك الوقت، فيعني الحقيقة ونرجع من المدرسة يواعه ساعات مبوق ساعات نوك ما يشوفونا يعني ذاك الوقت تدري يعني الواحد يعني غير زمن الشباب غير يعني إنزين، والله الحمد يعني، لكن كان بذاك الحال في الواحد يعني لكن متيسر بسهولة، والله الحمد تعارف مع الجيران مع الأصدقاء مع الأب أو مع الأم، يعني كنا يعني محبة زايدة. والله الحمد تطوعي طبعا، احنا تقريبا احنا اعمال مكتبيه يعني ما كان في صعوبه لهالدرجه، انما يعني نصدر اوامر ونصدر مثلا نوجههم وكذا، ولكن الواحد العمل التطوعي يستانس مرتاح نفسيا. ليش؟ لان مردود الكثير من هالاباء من هالامهات اللي يدعون لك، فهم عايشين على دعائهم وعايشين على محبتهم، ان نخدمهم ونكون نخدمهم بكل طريقه بكل محبه، بحيث ان يكون نفسيتهم مرتاحه، نجمعهم مع بعض، والعمل الخير ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى، يعني في يعني البركه بالنسبه للمتطوع.